معكم مشاهدينا لنتابع معكم لقاءاتنا بيوم جديد. الفنانة التشكيلية ليلى الموسى وهي ضيفتنا لحتى نحكي معها عن اللوحات وعن الفن وعن معرضها الفرد الأول بعنوان عليا. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. يعني هلا بعد شوي أكيد رح نتعرف أكثر مع المشاهدين على لوحاتك، بس يكون الفنان أو الرسام عم بيعمل معرض فردي لإله أول مرة بيكون هيك عنده رهجة وطابع خاص. قدي حضرتي له لهيدا المعرض وهيك خبرينا عن طبعا اللوحات. أكيد أول شيء صباح الخير. صباح النور. أكيد أخذت وقت التحضير، يعني على القليلة شيء سنتين لحتى تعملي معرض فردي، وكانت التحضيرات أنه بشتغل أنا موضوع الطبيعة. والطبيعة يعني بدها كمان شوية وقت لحتى تشتغل عليها. لوحاتك أبرزها هي مثل ما عم بتقولي مستوحاة من الطبيعة. الطبيعة بلبنان قدي عم بتساعدك ليلى، وقدي عم تبتعدي عن كل شيء يعني ضاغط عم بيكون ومزعج عنا، عم بينزع الطبيعة، عم بيكون لك هالمتنفس الآخر هو باللوحات. يعني هيدا أقل شيء نعمل نرسم الطبيعة، بعد شوي حنفقدها يعني عشوائي من لبنان. طبيعة لبنان حلوة بس ما في حفاظ عليها، ما في اهتمام زيادة فيها. أحلى طبيعة بتطلع وربنا خلق لنا الطبيعة اللي بلبنان اللي بتطلع لحالها، إنه الورد البري والشجر البري كمان هو لحاله، الغير إنه الطبيعة التانية. يعني الطبيعة مثل ما قلتي كتير مهمة، بس قدي بعين الفنان وبريشتك عم بتجمليها أو عم تجربي تحطيها مثل ما هي. خبرينا أكثر عن أسلوبك ليلى. أسلوبي يعني بشتغلش كتير على ألوان الطبيعة، على عندي شوي أسلوب خاص لإلي. بحب الطبيعة كتير، برسم أكتر شي ورد، زهر الشجر بحبه كتير. المنطقة اللي انت فيها بتخليك هيك دايما انك تشوفي هالورد؟ يعني مانك عايشة بالمدينة تحديدا؟ بالمدينة عايشة. بس بتضل طالما انت بلبنان بمكان انه لبنان كله سوا بتجولي شو وين ما رحتي، على الضيعة، على هي بتشوفيها هيدا عليا. لافت عنوان المعرض، معرضك بعنوان عليا ولوحاتك بتحكي عن الطبيعة، ليه عليا؟ ليه عليا؟ أنا أول شيء هيدا أول معرض فردي لإلي. كتير احترت شو بدي سميه، كل حدا يعطيني اقتراح. اسم عليا اسم ماما، اسم والدتك. حلو. وأنا حسيت ما في شو ممكن سميه أنه يستاهل أكتر من اسم الماما عليا. حلو كتير. عم نشوف هون البطاقة الخاصة بالمعرض، بنقول أنه المعرض اليوم آخر نهار مزبوط اليوم بإكزود تحديدا، لكل الأشخاص يلي بدهم يعني يستفيدوا من اللوحات ويشوفوا الطبيعة من عين ليلى الموسوي في أنه يقصدوا إكزود. اليوم لأي ساعة باقي المعرض؟ باقي للساعة 7. هيدا الرجل بالصورة؟ هيدا جدي. جدك. وشو رسمتي ولا هو موجود؟ لا بالمعرض؟ موجود بالصورة. بتعرفي طلع كأنه لوحة. اف مكوى كتير حلو. ولكن الأشخاص يلي زاروا المعرض عم شوفوا مقتطفات. كم لوحة موجودة؟ 30 لوحة. 30 لوحة. إذا بنحكي عن الأحجام، ترسمي لوحات كبيرة صغيرة مختلفة؟ أحجام متفاوتة بين يعني ما فيك تعتبري الصغير بس الوسط يعني، وبكبر القياسات شوي. هون مثل كانوا قاعدين معك على البلكون ونحن عم نتأمل كمان ببوز ذريعة. يعني الطبيعة مثل ما قلت بتعني لك كتير، بتعني للطبيعة. الورد، الخضار، اللون الأخضر كتير عندي بارز كتير بكل اللوحات، لأنه هو أهم شيء بالطبيعة اللون الأخضر. هالمعرض مثل ما قلت حملك مسؤولية كتير كبيرة، وبما أنه معرضك الفردي حبيت تعطي اسم عزيز على قلبك، اسم ولدتك. اللوحات اللي بترسميها أول شخص بشوفها مين؟ عليا؟ أكيد أكيد. دايما بتاخدي برأيها؟ طبعا هي بتشوف
اهم شيء تشوفي اللوحات. كيف كانت الاصداء ليلى بما انه اول معرض لك شو سمعتي؟ انا يعني صراحه انا تفاجأت. اول معرض بتكوني صح قبل ما تعملي معرض بتكوني هيك مرتاحة، ما همك شيء، عم تشتغلي انت لراسك، ما فرقاني معك شيء. بس لما بتكون بتصيري تفكري قبل بتقولي ما فرقاني معي شو بدي اقول هيدا وشو بدي اقول هيدا، بس بعدين لما بدك تعملي معرض بصير فرقاني معك شو بدي اقوله. ايه صراحة كتير يعني كتير حبوا الشغل، كتير ناس كتير يعني عطت هيك انطباع حلو كتير. قدي حملك مسؤولية للمعرض المقبل يعني هلا شو عم بتفكري؟ هيدي ايه بتصيري اكتر بدك تتحملي مسؤولية اكتر، بتصيري تفكري بالمعرض التاني شو بدك تعملي، شو بدك عليا تو بتسمي عليا تو ايه مفروض اذا معلم بسمي عليا دايما ايه ما عندي مشكلة. طبيعة عفوا لكن الطبيعة دايما اخدتك، ممكن تغيري تاخدي خط تاني مختلف عن الطبيعة ولا هيدا البيزاج اللي بتحب تكوني دايما؟ ايه هيدا البيزاج اللي انا كتير بحبه. هلا ممكن تدخلي شيء مع الطبيعه بس انه ما بفتكر الطبيعه رح تغيبيه على القليله بلوحاتك ابدا يعني. ابدا كل التوفيق لك ليلى الموسى والفنانه التشكيليه. ميرسي. ان شاء الله يا رب عقبال كل معرض ونشوف كمان لوحات اكثر واكثر، وان شاء الله دائما عليا والدتك تكون فخوره فيك، بنوجه لها تحيه كمان على دعمها على ما يبدو انه هي الداعم الاول لك. اهلا وسهلا فيك. ميرسي كثير لكم. مشاهدينا فاصل وبنرجع.